في ميزان من ذهب. هذا يعني ماذا سأقول لك؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ والله والله نحن الأموات وهم الأحياء. والله أنا إنه ربنا، يعني أنت بتحكي أنا شهيد، يعني شهيد كنت مع وقت 6 سنين في السجون. والله كنت أطلبها وسبقوني رفاقي في الشهادة وأسرى في السجون، وللأمان والله إني كنت أتمناها وأخذها ابني، وهنيئ له الشهادة. هنيئ. الحمد لله. متى آخر مرة شفته أحمد قبل استشهاده؟ اليوم تغديت أنا وياه والله وقت الظهير. هل تذكر حديث آخر ما دار بينكم، آخر اللحظات مع أحمد؟ كل الحياة أنا وأحمد. أحمد تركته كان عمره 1.5 سنة عندما سجنته، عندما خرجت من السجون. للأمانة إنه هو السند والرفيق والصاحب. أنا كنت بتعامل مع أولادي أصحاب، لما عشت أنا وياهم فترة نهائيا، يعني هي 5 سنوات يعني هذول اللي عشتهم أنا وأبنائي. خاصة أحمد يعني مدلل. أحمد والله أحمد صلاة الفجر، صلاة العشاء، الظهر، يعني شاب خلوق مؤدب في المساجد. هنيئا له الشهادة. هو رياضي من التراث الرفيع أيضا. نعم صحيح، نعم صحيح. والله طموحه الشهادة للأمانة كان لا يطمح في هاي الدنيا. الله يرحمه. لا يا انا روح من الدنيا، انا قول لي انا روح. حرام عشانه، عشانه هو، حرام عشانه هو يا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا الله. عيوني والله بحالك ما دام بعت عليك. انت بتوزع صبر على كل. عيوني يا الله، عيوني يا الله. يا محمد يا ابوي الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الحمد لله، الحمد لله. شو مالك؟ الحمد لله شريف. الله يرضى عليك. ايوه شريف حبيبي يا ابو حبيبي. هاي طريقك. شو حالك ابوي؟